أخطر العصابات النسائية المكسيكية، زعيمتها عارضة أزياء شهيرة ومؤثرة على مواقع التواصل وخاصة إنستغرام، تلقب بشبيهة كيم كارداشيان المكسيكية. قادت أخطر الفرق الخارجة عن القانون ولاحقتها الشرطة والتهم لسنوات، ومع ذلك كانت تشارك كل تفاصيل حياتها مع متابعيها لتكسر بذلك الصورة النمطية عن زعماء العصابات، مفضلة الشهرة على التخفي. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زواياه، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. يعد الخروج عن القانون وسبر أغوار عالم الجرائم معضلة عانت منها مختلف المجتمعات على امتداد وجود البشرية باختلاف عصورها ونوعية مجتمعها، متقدما كان أم نامية. ومع التطورات التي يشهدها العالم، تغير وتطور معه عالم العصابات والتنظيمات السرية وغيرها، وزلزلت أركان المجتمع الأساسية. ولأنها تصنف كظاهرة، فهذه السلوكات باتت سلوكا إنسانية، وبالتالي ليس حكرا على الرجال فقط، وإنما شمل تدريجيا النساء اللاتي تأثرن بالبيئة المحيطة. وبات هذا العنصر لا يغيب عن العصابات في وقتنا الراهن، نظرا وأننا تجاوزنا الفكرة السائدة أو التي طمستها المجتمعات القديمة والقائلة بأن هذا المجال مرتبط بالذكور فقط لقلة الدور الاجتماعي للنساء. ولم نتوقع أن بدخول المرأة إلى جميع مجالات الحياة ومنافسة الرجل الند للند، فذلك سيمكنها من دخول عالم العصابات مثله. وبعد أن عرفناهن كجاسوسات خاصة في عالم السياسة، توسع مجال عملهن ليترأس أعتى العصابات، وبات عالمهم يخفي أسرارا لا يعلمها إلا أصحابه. عصابة لوس إنتراكس. اشتهرت هذه العصابة في السنوات الأخيرة باسم امرأة لقبت بكيم كارداشيان النسخة المكسيكية، ولكن قبل الحديث عنها فلنلقي نظرة على العصابة. لوس إنتراكس هي عصابة من أخطر العصابات المكسيكية التي كانت تتقاسم أعمالها مع عصابة كارتل سينالو نسبة لإقليم سينالو غرب المكسيك، حيث تتم نشاطاتهم، وهو إقليم ينتشر فيه الفقر بأبشع صوره، بحيث لا يترك مجالا آخر لساكنيه غير دخول عالم العصابات من أجل العمل وتوفير المال، وهو ما اعترفت به إلى جانب أعمال أخرى. إيما كورونيل زوجة إلتشابو غوزمان زعيم العصابة السابق، وتعتبر الاستخبارات الأمريكية كارتل سينالو من أقوى العصابات التي تقف وجها لوجه أمام القانون. وتشتغل العصابة بمشاركة لوس إنتراكس فيما يسمى بالمثلث الذهبي لتصبح أعمالها عابرة للحدود، حيث ومنذ بدايتها أي منذ الستينات ومع بيدرو إفيليس بيريز، كانت العصابة قادرة على أن تكون الجيل الأول من المهربين بالمكسيك، واستطاعت أن تستخدم الطائرات ولأول مرة لتجاراتها المشبوهة في اتجاه الولايات المتحدة. وبعد اعتقال خوسيه رودريغو زعيم عصابة لوس إنتراكس، أمسكت بزمام الأمور كلوديا أوتشو فيليكس، وهي بطلة قصتنا اليوم. كيم كارداشيان المكسيكية. من كان ليتخيل أن أما لثلاثة أطفال وعارضة أزياء ذات 35 سنة قد غيرت حياتها بشكل كامل لتشتغل في التهريب، وعدد لا يعد ولا يحصى من الأعمال الخارجة عن القانون، وصلت غالبيتها إلى حد تصفية بعض الشخصيات. ولكن لم يكن هذا هو سبب شهرة كلوديا أوتشوا، وإنما سبب آخر أكثر غرابة. فلطالما تعودنا أن زعماء العصابات يحرصون على البقاء في الخفاء، لا نعلم عنهم شيئا إلا اسما مستعارا وسجلهم الإجرامي. ولكن الأمر اختلف مع كلوديا أوتشوا التي لم تقرر العيش في العلن فقط، بل اختارت أن تكون تحت أضواء الشهرة كذلك. ولعل الغالبية هنا من رواد وسائل التواصل الاجتماعي كانوا في يوم ما من متابعي هذه المرأة، والمرجح أنهم لا يعلمون بأنها زعيمة لأخطر العصابات بسبب التشابه الكبير بينها وبين كيم كارداشيان. اكتسحت كلوديا أوتشوا منصة إنستغرام، وباتت من بين المؤثرين على السوشيال ميديا،
إلى جانب حسابات أخرى على مواقع مختلفة يتابعها من خلالهم آلاف الأشخاص من أنحاء العالم، حيث كان محتواها الرقمي عبارة عن صور وفيديوهات تتباهى من خلالها بحياة الترف والثراء التي تعيشها، حيث تشارك نمط الحياة الفاخر والجريء الخاص بها، وتعمد لإظهار ممتلكاتها من السيارات الرياضية واليخوت والطائرات وحتى أنواع من الأسلحة. ودائما ما كان يتم إيقاف حساباتها من السوشيال ميديا لأسباب عدة، منها السلوك المريب المرتبط بها وخاصة الشبهات التي تحوم حولها. ومع ذلك لم يتم النجاح في القبض عليها نظرا للحراسة المكثفة التي ترافقها، إلى أن عثر عليها في 2019 فاقدة للحياة في إحدى الشقق، وإلى اليوم لم يتم الحسم في سبب وفاتها الغامض. ومن أشهر العصابات النسائية الأخرى نذكر تلك التي تحكمت ببلدة ناجيريف الهنغارية خلال القرن الماضي وكانت تستهدف الرجال بالخصوص، كذلك عصابة القوارير السحرية والتي عملت من مدينة تيساكورت المجرية تحديدا بين عامي 1914-1929، ضمت إليها أكثر من 300 أرملة من أجل السرقة والنهب. وبالعودة إلى المكسيك معقل العصابات، فإنه كل عام تحصد آلاف الأرواح على إثر الحروب التي تقام ما بين الشرطة ورجال هذه التنظيمات التي تحاول بشتى الطرق السيطرة على الأرض والنفوذ. وبوفاة زعيمة لوس إنتراكس والقبض على الزعماء الكبار في السنوات القليلة الماضية، بدأ الكارتل يشهد تراجعا لنفوذه بسبب افتقاره للقيادة والانقسام الذي عانى منه. وبالرغم من ذلك ما زالت المكسيك تعد موطنا لهذا المجال، في الوقت الذي تدافع فيه الدول والمنظمات الدولية عن حقوق المرأة والبحث في سبل بلوغ المساواة بينها وبين الرجل. نجد أن المجتمع قد سبق هذه المدارس وأثر بمتغيراته في تركيبته دفاعا بنسائه إلى أكثر المجالات خطورة، والتي كانت في يوم ما حكرا على الرجال، ولكن بالمعنى السلبي طبعاً.